السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورمضان كريم. اليوم حطينا الرحال منزل واحد البطل مغربي شرف المغرب ورفع الراية المغربية في العديد من الملتقيات الوطنية والإفريقية والعربية والإسلامية وأيضا العالمية. نحن الآن مع البطل مصطفى العبدلاوي، 16 مرة بطل المغرب، مرتين بطل إفريقيا، 6 مرات بطل في البطولة العربية، وكذلك احتل المرتبة الخامسة في مشاركة بالبطولة الإسلامية، كما سبق له أن بلغ دور الثمن في العديد من الملتقيات العالمية المنظمة، خصوصا تلك التي تم تنظيمها بمدينة مراكش. إذن فنحن أمام واحد الإرث كبير من ناحية النتائج اللي مفروض على أنها تقابل بالتكريم والتشريف والامتنان لهذا العطاء ديال هذا البطل وآخر الإنجازات ديالو، وهو الفوز بالبطولة الوطنية على صعيد رياضة الجيدو. لكن المفاجأة تحدث فيما بعد، واللي غنعرفوا تفاصيلها في اللقاء اليوم اللي كيجمعنا بالسي مصطفى العبدلاوي. مرحبا بك اولا وقبل كل شيء. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نقدم لكم راسي، مصطفى العبدلاوي بطل المغرب في رياضه الجيدو، اضافه في شامبيونا دافريك، شامبيونا داراب انترناسيونال، سانكيم في ليجو اسلاميك. انا الرياضه هذه عشقتها من طريق الخوت ديالي اللي كبر مني اكيد، اللي كانوا كيديروا هاد الرياضات الجيده. دابا انايا تبعت رياضه الجيده، عجبتني، بقيت غادي كندير بطل المغرب، كندير دوزيام، كندير تروازيام، كندير. كنت باقي صغير، دخلت لها باقي صغير، باقي عندي 9 سنين في عمري، بقيت غادي كندير بطل المغرب. وصلت للكادي، درت فيها بطل المغرب، عاود درت العام اللي فات عاوتاني بطل المغرب، عاود درت البطل المغرب، عاوتاني طلعت للجينيور، درت فيها عاوتاني 3 سنين بطل المغرب، 3 المرات عاوتاني طلعت للسينيور، وصافي بقيت غادي كندير بطل المغرب، بطل المغرب، دوزيام بطل المغرب، بطل المغرب، توصلت سنة 2024. سنة 2024 درت فيها 3 ديال الميداليات ذهبيات، درتها في البطولة الوطنية ديال الشرطة، درتها في لابيليزي اللي كتكالي في بطولة المغرب، ودرتها في الشامبيونة دماروك، 3 ديال الميداليات الذهبية اللي درت. أنا تنتفاجأ براسي حتى تلقى راسي، قلت زعما راني غادي نشارك في الشامبيونة دافريك، صافي راه بطل المغرب، راه غادي نشارك في بطولة إفريقيا. تنتفاجأ من راسي، تنتريني خسرت على راسي، تنتفاجأ تلقى راسي ما مديرش في اللائحة، أنا اللي خصني نكون الأولى في اللائحة، أنا اللي خصني نكون في اللائحة. داروا واحد بلاصتي، علاش؟ هو عايش في برا وأنا عايش في المغرب. أنا السبب ما عرفتوش باش حيدوني، كنت في اللائحة، عارف راسي غادي نلعب شامبيون دافريك اللي في ميسا، صافي درت بطل المغرب، عرفت راسي غادي نلعب شامبيون دافريك، تنوجد ليها، خسرت على راسي فلوس، تعاونوا معايا دارنا باش نخسر باش نتريني على راسي، حتى تنتفاجأ تلقى راسي ما كاينش في شكون اللي حيدني من اللائحة، حتى واحد ما بغى يجاوبني. عيطت الرئيس الجامعة باش نهضر معاه، باش نقول له راه أنا اللي خصني نلعب قانونيا، انا اللي خصني نلعب الشامبيون دافريك، قطع عليا التليفون، ما بغاش يجاوبني، عرفني هو يقطع عليا التليفون، ما بغاش يجاوبني، عاود عيطلو ما بغاش يجاوبني، عيطلو 3 المرات ما بغاش يجاوبني. صافي وانا نطالب بالناس اللي غادي ياخذوا لي حقي. اذا شنو نقول لك، اداره تقنيه حتى واحد فيهم ما بغى يجاوبني،
اللي كتهضر معاه كيقول لك ما عرفت حتى شي حاجه. اللي كتهضر معاه تيقول لك ما عرفت حتى شي حاجه. السبب ما بغاوش يعطيونا السبب، ما بغاوش. انا ملي بغيت نهضر معاهم بغيتهم ينوضح ليهم بلي انا راني بطل المغرب، واحد راه ما لعبش بطوله المغرب، ما جاش لعب شارك بطوله المغرب. انا طلبت لهم انا بطل المغرب، طلبت لهم بالتيست البيسيليكس، ما بغاوش يجاوب، ما بغاوش يردوا عليا، ما بغاوش يجاوبوني، ما بغا حتى شي واحد يجاوبني هي باش نقول له انا بطل المغرب وكنطلب بالتيست، وهو ما جاش لعب بطوله المغرب. علاش ما يجيش يلعب بطوله المغرب؟ خصو يلعب بطوله المغرب بحالنا بحالو، حتى حنا راه ابطال، وحتى انا راه من حقي نشارك بطوله افريقيا، انا من حقي نشارك بطوله افريقيا. هو خصو يدخل يلعب في الـ في الـ في, الـ في البطوله الوطنيه ديال المغرب، خصو يدخل يلعبها، ولا ربحني هذيك الساعه من حقو. تقريبيا علاش بنات الجامعه؟ واش هذا بطل عالمي مثلا؟ عنده شي ارقام، عنده شي نتائج مثلا على الصعيد الدولي اللي جعلت ان الجامعه تعتمد هذه المسطره هذه، رغم انه متفق معك على انه من لازم ولي يكون بطل عالمي انه يشارك في البطوله الوطنيه ويكون على الاقل عنده حضور على المستوى الوطني قبل كل شيء باش يمكننا نلتقيو هذه من التشكيله. ما عرفتش، عنده شي ناس اللي كيكاليو عليه، شي ناس اللي كيهضروا عليه. انا قلت لهم جيبوه يدير معايا بلي سيليكسيون، الا ربحني يمشي، اما باش تديه وهو ما بطل عالمي، ما بطل. انا واقيلا اكثر منه في البارماريس، اكثر منه في البارماريس، ولعب مع ابطال عالميين. السبب باش ما عرفتش، باش بحال اللي زعما ما كيبغوش ولاد البلاد اللي كيموتوا على الرايه وكيحبوا الرايه، وهادي ما كيبغيوهمش يوصلوا، بحال ما كيبغيوهمش يزيدوا لقدام، تيبغيو يشرفوا واحد عايش في دوله اخرى. لكن هذا النوع من الاشياء اللي كنناقشوا حاليا، واش ممكن نهضروا على فساد، او هاد الناس اللي هما داخل الجامعه مسؤولين على وضعيه فساد اللي كتعوق تنميه الرياضه المغربيه؟ وهنا يمكن الكارثه فين كاينه، الا كاين شي تفصيل في الاتجاه هذا، لان انت هضرتي على اساس ان هذا السيد هذا بدون القاب، بدون نتائج، بدون اي شيء، ومع ذلك يتعيط له انه يكون ممثل ديال المغرب في كومبيتيسيون افريكان، الشيء اللي غادي يعني ديسكاليفيكاسيون، وبالتالي قضي الامر بتركه. هو انا 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 بيني انا بعدا واحد القضيه، بعدا انا ما كنعاتبش هذاك الدري. داك الدري كيبقى بحالي بحالو، أطليت بحالي بحالو. أنا كنشوف من المسؤولين من الجامعة اللي حيدوني من الشامبيون دافريك، علاش اختاروه هو وما اختارونيش أنا اللي بطل المغرب، وأنا كنقولها يجيبوه يدير معايا بلي سيليكسيون نربحو، يدير معايا بلي سيليكسيون نربحو. وانا كنقولها قدام الناس، الشعب المغربي كامل، يجيبوه نربحو وندير ميداليه في الشامبيونات افريك، ميداليه في الافريك ندير ميداليه في الشامبيونات افريك، نجيب ميداليه في الشامبيونات افريك. علاش؟ خاص نتريني، كنتريني مزيان يوميا صباح وعشيه، كنتريني باش نمشي لافريك باش ندير ميداليه في الشامبيونات افريك، باش نحقق انجاز البلاد ديالي. انا كنقولها وكنعاود نقولها، كنقول لهم طلبت لكم بالتيست ما بغيتوش، يجيبوه يدير معايا التيست، الا ربحني يمشي. انا بطل المغرب كنقولها، لا واحد ما لعبش بطوله المغرب جايين سير لافريك، وانا اللي طالع لعب بطوله المغرب غادي خاسر على راسي، وغادي كنتسلب باش نمشي نلعب بطوله المغرب، واخا ما كناخذوا حتى شي حاجه في هذه بطوله المغرب، ما كناخذوا لا فلوس، ما كناخذوا حتى شي حاجه، ما كنتخلصوا على حتى شي حاجه، وباش يجيو يديو واحد اخر ودوبلو في ميزانات، وما جاوش عندي انا دوبلو، انا من حقي دوبلوني، انا كنهضر كاع على راسي.
من حقي. نتوما الا بغيتوش ديو هذاك ديو ديو لي كرون سلام، ديو لهادي، ديو لهادي، ديو التورنوا د باريس، ديو لهادي، ديو دوسلدورف، ديو لهادي، ديو لهادي، كاينين. ولكن انا اللي بطل المغرب من حقي نكون في افريقيا ومن حقي نكون في الموند قانونيا. انا ما كنهضر على حتى شي حاجه، انا كنهضر على القانون. من حقي نكون في افريقيا ومن حقي نكون في الشامبيون دي موند. ولكن هاد الناس يبغوا يديروا اللي بغا، لان الامر كيتعلق بالدرابو ماروكان اي بالعالم الوطني بطبيعه الحال، الرايه الوطنيه وبالبلاد. جات في الديباجه على انه من اقوى المرشحين للفوز بهذه البطوله الافريقيه فيما يخص الوزن هو جزائري، وانت سبق لك ربحتيها الجزائري في مقابل الطرف الاخر سبق له نهز مع هذا الجزائري. اذا فين كدفعنا هذه الجامعه؟ واش نجيبوا تروفي للماروك او لا نمشيو باش نشاركوا من اجل المشاركه ونخسروا الفلوس وبالتالي نبقاو ندبوا ونخطبوا ونكملوا الامر بالكذوب على الشعب المغربي. اذا انت كتعطيني على ان هذاك اكبر مرشحين جزائري انت غلبتيه. غلبتوه. ولكن في المقابل هذاك نهز قدام الجزائري وهو اكبر المرشحين، اذا خلاو الرابح وداو الخاسر على حسب المنطق اللي دار. ممكن تعطينا توضيحات في الاتجاه؟ انا الجزائري ربحتو في الشامبيون دي مون. اخر كومبا كنت لعبتها معاه في بطوله العالم ديال اللي تنظمت في مراكش المفتوحه، بطوله العالم المفتوحه اللي تنظمت في مراكش، كان طاح معايا في البروميير تور وربحتو. ودابا الجزائري هو اللي ولا شاد لافريك، وانا الجزائري رابحو. دابا كنشوف قدامي كنشوف ميداليه ضايعه للمغرب، خاص قادر ربح الجزائري. انا قادر ربح الجزائري، خاص ميداليه كنشوفها في المغرب، كنشوفها في الشامبيونه دافريك. أنا الله يسهل على أي واحد، ولكن كنشوف أنا راسي ميدالية ديالي كنشوفها. حرام باش يضيعوني هكا، نخسر على راسي باش نمشي باش نتقاتل على الراية، كنخسر من جيبي إي باش نتقاتل على الراية ديال الوطن، باش نشرف بلادي بحال هكا، باش الناس أخرى في دولة أخرى يشوفوني يقولوا راه شو تبارك الله، راه واحد في كومونتيرات الباح قالها لهم، قالها لهم البارح. قال لهم انا السيده شحال من مره كنقول له دبر على راسك، وما بغيتش، بغيت نشرف بلادي، كنحب مالكي، كنحب الملك الرياضي الاول صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، وكنحب الشعب المغربي. انا باغي نعطي انجاز للمغرب، بغيت نشرف الرايه ديال الوطن، بغيت نهز بلادي، نهز بلادي الفوق، تبقى ديما بلادي الفوق مع مرة طيح. ولكن كاينين شي وحدين، كاين شي ناس اللي كيبغيو يطيحوا الرايه وكيبغيو يطيحوا البلاد. انا غادي كنخسر على راسي، ما كنصور حتى شي حاجه. ها هي لافريك راه درتها، ها هي الشامبيون دافريك ها هي درتها، ولكن راه ما تخلصش فيها. ها هي الشامبيون د ماروك درتها ما تخلصش فيها، انترناسيونال درتها ما تخلصش فيها. ولهذا كنسكتو، لهذا كنسكتو، كنمشيو كنلعبوا لله في سبيل الله. علاش؟ كنموتوا على الرايه. كيف ملكنا الله ينصرو ويخلي لنا ويطول له في عمره، كيف هو كيموت علينا، كيموت على الشعب ديالو، حتى حنا تنبغيو حتى حنا نموتوا عليه، حتى حنا نبغيو نهزوا الرايه، نبغيو نهزوا ونفرحوا الشعب المغربي ونفرح مدينه سالا. راه طلعوا ابطال منا، مدينه سالا طلعوا ابطال، ابطال كبار. اذا كما كتلاحظوا فكاين مجموعه الشواهد ديال المشاركه في مجموعه ديال لي كومبيتيسيون، كانت عربية إفريقية وطنية وكذلك دولية، وكذلك مجموعة ديال الميداي، مجموعة ديال الميداليات اللي حصل عليها البطل. أكيد أن هذا الكنز وطني، أنا أقول كنز وطني، كان لازم أنه يترعى ويتدفع به للقدام. واقع الحال كيفاش كيفكروا هاد الناس الجامعة؟ واش مصلحة الوطن والراية الوطنية من خارج حسابات التعبيرية ديالهم؟ وبالتالي خص إعادة النظر في الجامعة. فهذا واقع اللي عشنا مع البطل ديالنا السي مصطفى. أول حاجة بعدا أول حاجة تندخلوا ليكيب ناسيونال، الماء ما كاينش، الماء ما عندناش في ليكيب ناسيونال. وخرا مشينا لتونس ما عندناش حتى الماء، ما عندناش حتى لاسطو.
كيفاش بغيتي هذا البطل؟ يعطيه كيفاش يزيد يعطيه؟ كيفاش ما كيفاش نوصلها لك؟ كيفاش ما شرح لنا افضل لان باش يمكن للمتتبع واش ما كاينش انا هل يعقل دابا الامكانيات انا ما بغيتش نهضر عليهم ولكن نهضر عليهم امكانيات ما كايناش الله دابا 16000 ريال مصيفط علينا ليه في الصالير 16000 ريال مصيفطين عليه في الصالير كيفاش بطل مغربي وبطل في افريك وبطل عربي وبطل عالمي ياخد 16000 ريال راه حشومه اختي حشومه كبطل و 16000 ريال شنو 16000 ريال شنو تعطيك 16000 ريال شنو تاخذ بها شنو تاخذ رسالتك الجامعه انا رسالتي اش نقول انا كنقول الله ياخذ الحق الله ياخذ الحق راه الله كاين الله ربي راه هو كيشوف كل شيء قدامه تعذبت وتكرفص باش ندير ميداليه وتكرفص باش نمشي للشامبيونات افريك وحرموني منها الله ياخذ فيهم الحق راه خاصه كون كانوا ولادهم بلاصي كون بزاف ديال الحوايج حسيتي براسك تحقرتي اختي كبطل وبطل مشهور انت كرئيس اتجاوبني اتعطيني الوقت ديالي انا عيط لك اتعطيني الوقت ديالي كيف تعطيني واحد اخر تعطيني انا وقت انا راني بطل ماشي شي واحد اللي عاد دار ميداليه البارح باغي يمشي للشامبيونات افريك لا انا راني بطل بالبارماريس ديالي 2024 درت فيها ثلاثه ديال الميداليات الذهبيات انا بغيت نهضر معاه نقول له سعاده الرئيس راني مظلوم خذ لي حقي طفى لي التليفون قطعوا لي فوجي دابا انت مي غادي يقطع عليك رئيس فوجك رئيس يقطع عليك فوجك يعني بحال يسد عليك الباب صافي يسد عليك 100 باب بصح صافي ما عندكش مين تدوس مي يطفي عليك الرئيس التليفون يطفي عليك يقطع عليك ما عندكش لمنه تعيط خاص الرئيس هو اللي كيحكم اكيد من لمنه نشاشرو هضرت مع الرئيس انا بغيت نهضر معاه خصوصيا نهضر معاه هضرت معاه ما مره ما جوج ما ثلاثه في القاعه تنتلاقى معاه وكيعرفني مزيان راه من نهار ما جا الرئاسه وكيعرفني ولكن تقطع عليا التليفون حشومه وانا راني بطل ماشي شي واحد اللي هادي اكيد كنفتخر ببلادنا كنفتخر بالملك ديالنا راه كنموتو على الرايه حنا راه النفس ديالنا جاتنا على الرايه اما راه ما ندير لا فيديوهات ما ندير حتى حاجه صافي ما ديتينيش لافريك صافي شتا تعطيوني شي حاجه ولكن لا جاتني النفس على بلادي تنشوف ميداليه غادا تضيع اتديها بلاصه اخرى ميداليه كنشوفها غادي تمشي لبلاصه اخرى انا متريني لهذيك الميداليه باش نجيبها هذيك الميداليه انا متريني ليها كل مره كيبقاو يهرسوك كل مره كيبقاو يهرسوك بزاف اخي الظلم الحقره عرفتي شناهي الحقره كتحس براسك وصلتي لواحد صافي واحد النيفو اللي صافي تشتا تقول صافي كتفراني ما كتبقى عندك صافي ما غادي دير صافي كتهز يديك صافي كتقول راه كاين الله حتى واحد ما بغى يواجهني اللي غادي يحاربني ما عندي حتى واحد معاه اللي ما عندي حتى شي واحد معاه مشاكل شي واحد عندي معاه مشاكل ولا شي حاجه ما عندي حتى شي واحد معاه مشكل حتى واحد اول مره كتعرض على الاقصاء ولا ديجا تعرضتي ليه اقصاء تعرضت له بزاف ديال المرات كتسكت كتصبر كدير ولكن دابا ملي كتشوف راسك واحد ما لعبش بطولة المغرب ما لعباش وغادي به وراه هي اسماء نيونك بطله كبيره وعايشه في فرنسا وجات لعبت بطوله المغرب خير عايشه في فرنسا اسماء نيونك راه معروفه وجات دارت الحضور ديالها اللي ما خصهاش كاع تلعب نقولوا وجات دارت الحضور ديالها انت ما درتيش الحضور ديالك علاش عندك الكاله عندك شي واحد تيكالي انا بطل المغرب
انا كان كان انا كنقول 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 اي واحد يجي يجيبوا لي الربح في الميزان ديالي، اي واحد يجيبوا لي الربح. بزاف الحاجات الصغير 16000 ريال ديالاش انتما شو بعينيكم 16000 ريال ديالاش 16000 ريال شنو تشري؟ كتخلي دي بلاصمون ما كاينش؟ ما كاينش، تتصرف من جيبك، كتمشي من جيبك تتمشي تتصرف. يعني واخا كتدي بطولات المغرب ولا بطولات افريقيا ما كتكونش واحد واحد يعني واحد مكافاه ولا لا والو، ما كاين حتى شي حاجه. بطولة المغرب هي ديتها عده مرات ما عمرها ما عطاوني فيها درهم. هو ماشي مشكل حتى بطولة المغرب، نقولوا بطولة المغرب انها كتم بشكل تطوعي، ولكن انك تشارك قلتي مثلا شاركتي في فرنسا وفي المانيا كومبيتيسيون كتمثل الدرابو ماروكان او في اونترينمون، ولكن في المقابل ربنا خلقتنا كتمشيو من جيوبكم. كنمشيو كيخلصوا عليك الطياره صافي، كيخلصوا عليك مباتة تما صرف من جيبك، صرف من جيبك حتى الاكل والشرب كلشي من جيبك، صرف من صرف من زي من جيبك. لا كيخلصوا علينا الماكله، كيخلصوا علينا الماكله، كيخلصوا علينا، ولكن تمشي من هنايا وتمشي لتما هذيك البلاد لا لونجو دو بورش لا حتى شي حاجه، لا مكافاه لا والو. لونجو دو بورش ما كيعطيوهالناش نورمالمون، كيعطيوك واحد لارجون دو بورش باش كتسارى باش كتحرك. والو والو، انا ما نكذبش عليك اقسم بالله كنمشي كنبقى جالسين في لوطي. وحتى في فرنسا ما عطاوكم لا ما لا والو، نفس الوضعيه، انتم راكم قدام الغرب هما كيعطيو من الماء وانتم نفس الوضعيه. مشكله نفس الوضعيه. واش هادشي من معاناه يعني ندخلوا في المعاناه ديال لي زاتليت في هذه الجامعه هذه كلهم؟ يعني واش كيعانيو من هذه المشكلات؟ واش الزاتليت كلهم كيعانيو من هادشي ولا شي فئه؟ لي زاتليت كاينين كيعانيو، ولكن حتى واحد ما يقدر يهضر. علاش؟ ما يقدرش بنادم يهضر، كله كيخاف على بلاصته. راه مني وجبد اختي، راه من اي واحد يجبد، راه خاص نهار تهضر تيجي كلاسيك، نهار تهضر تيديروا الباك تي كلاسيك، ما خرجش هضرت على حقي صافي خاص ما بقى عندك ما تخسر. صافي ما بقى عندي ما غادي نخسر، صافي، إلا بغاو يديروا شي حاجة يديروها، إلا بغاو يديروا شي حاجة يديروها، أنا هضرت على حقي، هضرت على الحقوق ديالي، ولكن ملي كنشوف الحقوق ديالي ما كيتنفذوا لياش، كنعرف راه بلي راه حتى شي حاجة ما كتعاقبوا، أنا كنهضر على حقي. ولكن راه حتى واحد ما جاوبني، انا طلبت بلي سيليكسيون، طلبت بشحال من حاجه. هذا من حقك. طلبت واش واحد عايش برا خاص عايش برا، عايش في طاليان، واحد عايش في المغرب شنو زعما احتقار؟ زعما زعما احتقار للمغرب ولا شنو؟ راه بالي بحال هكا، بحال اللي زعما انا راه شامبيون دو ماروك بطل المغرب وكنت احتقر. بطل المغرب وكنت احتقر ثلاثة ميداليات في 2024، دابا كنت احتقر بحال هكا، بحال اللي زعما راه لا شيء في المغرب، بطولة المغرب لا شيء، مي ما دايرين فيها لا فلوس، ما دايرين رئيس بطولة المغرب، رئيس كبير أكيد وبطولة المغرب، بطولة بطولة، عرفتي شنو هي اسم ديال بطولة المغرب؟ راه كتمثل المغرب وكتمثل بزاف ديال الحوايج. اي دول اخرى راه دايرين لهم دايرين لهم الصالير دايرين لهم بزاف ديال الحوايج، كتجينا النفس. اي مؤخرا حنا في تونس وشفنا بزاف ديال الحوايج قدامنا، بنادم غادي معاه الطبيب، غادي معاه هادي، غادي معاه غادي معاه اللي كي حيد له كيمونو يعطيه الماء يدير له، حنا ما غادي معنا حتى واحد، غادي معنا مدربين. شنو يدير لك مدرب؟ مدرب ماشي الدور ديالو، مدرب مدرب ديالو ماشي الدور ديالو، ما مشاش معنا. هذا وضع كارثي. مشاش معنا اخي. اليوم حنا كنهضروا على ازمه النتائج. ففي هذا الوضع اللي حنا كنشوفوا حاليا كيفاش ممكن يكونوا النتائج؟ ومع ذلك الا حققتوا شي نتائج كتبقى غير جهد منكم انتوما. اي جهد منا. ولا ما درتيش شي نتيجه؟ الا ما درتيش الا ما درتيش هادي اخويا هادي، الا ما درتيش شي نتيجه، اسمع، الا ما درتيش شي نتيجه يبغيو يعاتبوك عليها. كتخلصني باش تعاتبني؟ كتعطيني شي حاجه باش تعاتبني؟ راه هي جهد مني اكيد متطوع، وهي متطوع للبلاد، متطوع للرايه والشعب المغربي والحب للملك الاسره العلويه اكيد. راه ماشي راه ما كتعطيني حتى شي ريال، راه 16000 ريال ديالك هي خليتها هنايا في البنكه ما باغيش ناخذها، خليتها ما ناخذهاش. إذا يجي واحد يضحك عليك ب 16000 ريال وما يديكش الشامبيون دافريك،
هاكا 16 فريق ومتمشي الشامبيون دافريك حشومه حشومه ومي تخرج تخسر ولا شي حاجه وخسرتي علاش خسرتي علاش درتي من جيبي من جيبي من الجيب ديالي اي باش نمشي ندير ميداليه في الشامبيون دافريك كتفاجئ كتلقى راسك في الشامبيون دافريك ما كاينش وانت قادر دير الشامبيون دافريك حنا كنخسروا من جيبنا كنخسروا شحال من حاجه وشحال من انا شحال من لي زاتليت شحال من واحد تيخسر شحال من واحد تيخسر اقسم بالله ما كنعاتبو كنقول اي واحد تيخسر علاش خاص دايس فهاد الشيء تنشوفو حدايا شحال من واحد تيخسر تنقول مسكين راه ماشي خاطر غادي بلا لونجو دو بورش غادي بلا حتى شي حاجه غادي بلا هادي بلا هادي مسكين راه بالسيف يخسر راه بالسيف ميداليه في الاولمبيات ما جاتش راه بالسيف اكيد سيف انا كنطالب حاجه وحده كنطالب من صاحب الرياضي الاول صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله الله يجعل ربي ينصره ويشافيه الله يطول له في العمر ديالو انا حاجه وحده اللي كنقولها هي خذ الحق هي خذ ليا حقي انا راه ما باغي حتى شي حاجه انا بغيتو ياخذ ليا حقي انا كنموت على الملك ديالي وكنحب الملك ديالي وكنحب الشعب المغربي واحد من برا يجيبوا ملاعبش بطولة المغرب ويديو يمشي لافريك راه ماشي معقوله ماشي قانونيه هاد الكلمه بغيتها تدوز اكيد واحد يجي من لافريك يجي من برا ويمشي لافريك واحد يدير بطل المغرب وولد مغربي عايش في المغرب وما يمشيش لافريك راه عيب وعار يديروا لي مع بلي سيليكسيون الى ربحني مرحبا أكيد. نخلي لك واحد الكلمة أخيرة حرة اللي ممكن توجهها نداء أو دعوة أو أي شيء اللي ممكن تقدمه في نهاية هذه الحلقة ديالنا مشكور أنا شنو نقول لك أنا كنشكر الناس ديال القناة اللي جايين كيتساعدوا معايا وكيعاونوني الناس اللي جاوا عندي والجمهور ديالي المغربي اللي كيكومونتي واللي كيدخل يبارطاجي واللي كيدخل هادي اللي كتجي النفس عليا الجمهور المغربي اللي كيحبني الناس اللي دخلوا كومونطاو عليا وداروا عليا مجهودات كبيره وبغاو يوقفوا معايا وبغاو بزاف ديال الحوايج ما تنوجد لهم هذا الشكر خاص بزاف باغي نعوض لهم باغي نعطيهم باغي نفرحهم نعوض لهم هادشي اللي داروا معايا ولكن هاد الناس ما خلاونيش شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك